أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ثبت أن لله تعالى قدمان؟ قدمين. نعم، يضع رجله في كما في الحديث: لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها رجله، في رواية قدمه، حتى تقول قطن قطن، ينزوي بعضها إلى بعض وتقول كفاني كفاني. هذا فيه إثبات القدم، وجاء في الحديث أيضا أن الكرسي موضع القدمين. نعم.